لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم شكلنا إيه. بمناسبة قرب انتهاء سنة ميلادية وقرب سنة جديدة، هدعوكم لرحلة داخل النفس لمحاسبتها. قال القديس أنطونيوس الكبير: إن ذكرنا خطايانا ينساها لنا الله، وإن نسينا خطايانا يذكرها لنا الله. وفي أرمية 2 العدد 35: ها أنا ذا أحاكمك لأنك قلت لم أخطئ. هنطرح الأسئلة دي على أبونا بالنسبة لمحاسبة النفس اللي مشرفنا في حلقتنا. أهلا بيك يا أبونا. أهلا دكتور. بستحملنا ومكمل معانا، لكن أسئلة كلها يعني محتاجة لإجاباتك. أول حاجة، ليه محاسبة النفس آخر العام؟ محاسبة النفس تعليم كتابي، لأنه ربنا يسوع له المجد قال: يا مرائي أخرج أولا الخشب من عينك، حينئذ تبصر جيدا أن تخرج القزا من عين أخيك. ما أقدرش أساعد حد إلا لما أنا أقدم توبة وعالج نفسي. وقال لو حكمنا على أنفسنا، الكتاب قال كده، لما حكم علينا. والكتاب المسيح له المجد قال: لا تحكموا حسب الظاهر، احكموا حكما عادلا. وربنا يسوع له المجد قال: نقي أولا داخل الكأس والصحفة. يبقى المسيح نبهنا إلى الغسيل الداخلي أو النقاوة الداخلية. وقال: من القلب تخرج الأفكار الشريرة. إذن عملية فحص النفس من أجل النقاوة، من أجل التوبة، ده تعليم مال الإنجيل كله. لأنه كمان إحنا عندنا خطية سيئة اسمها الرياء، إن الواحد يتجمل بشكل التدين لكن جواه ملخبط، أو سلوكه ملخبط لكن في لحظة بيبدي على نفسه أنه هو بتاع ربنا. وفحص النفس ده زي في الطب بالظبط التشخيص. الواحد لما بيروح لدكتور بيعرف مرضه، ولما يعرف مرضه ده أثر الطريق للعلاج، لكن من ما بيعرفش مرضه يبقى مش هيخف عمره وممكن يموت. هو محتاج الطبيب يروح لدكتور دكتور في محاسبة النفس. مفيش حد كبير عن الحتة دي، بالعكس القديسين كانوا مدققين مع نفسهم أكتر من غيرهم. يعني عشان كده كانت توبتهم أكثر حرارة، لأن هم في نظرنا ما بيغلطوش، لكن هم في نظر أنفسهم كل فكرة، زي ما بيقول مزمور: لتكون جميع أفكار فمي وفكر قلبي، كلمات فمي وفكر قلبي مرضية أمامك. يا رب قد اختبرتني، امتحني. كل الكلمات دي: عرفت قلبي، عرفت دخولي وخروجي، عرفت قيامي. يعني أنا حاسس ربنا باصص عليا. لما يجي بسفر الرؤيا يقول: أنا عارف أعمالك. طب ما هو ده لازم يخليني أعرف أعمالي أنا، وأعرف ربنا شايف مني إيه. طب ده يخلينا نسأل على حاجة: الخطايا اللي اعترفنا بيها سابقا، هل نتذكرها؟ مش ده يعتبر من الحزن الرديء ان احنا نفتكر الامور اللي سبق او شك في قوة الحل؟ هل احنا بعد ما ذكرناها وابونا ادانا حل بيها، تذكرها هيكون للخير؟ في نوعين من تذكر الخطية. في تذكر الخطية بمعنى تذكر الشر الملبس الموت، اللي هو ان انا أستعيد ذكريات شريرة، عقلي بيتلوث. افرض زعلت مع إنسان وده كان فيه غضب، أنا لو استعدت القصة أنا هغضب دلوقتي تاني، فيبقى أنا كده برجع الموت بتاع الخطية لحالتي تاني، ده مؤذي. إنما لما بيقول خطيتي أمامي، يقصد هنا مش هنسى أبدا إني غلط. يعني القديس بولس لما بيقول أنا كنت قبلا مجدفا، هو مش بيقعد يستعيد، قاعد يشتم في المسيح والمسيحيين ازاي، لا، بس هو اللقب ده مش عاوز ينساه،
عشان يفتكر نعمة ربنا. كنت مفتريا وتفاضلت نعمة ربنا علي جدا. يبقى مركز على النعمة ومش ناسي انه كان في حالة شر. فالأباء علمونا اذكر انك خاطئ ولا تذكر خطيتك. بمعنى ايه؟ ما تنساش، ما انساش ان انا خاطي وغلطت كتير وبغلط، لكن ما فيش داعي اركز في اي ذكرى للخطية، لألا الشيطان يرجع لي تاني افكار بطالة او يزقني على الخطية تاني اعملها بالفعل مرة اخرى. ده بيخلينا ممكن لما نكون بنفتكرها نعذر من يقع في خطية. بس تاني نفتكرها دكتورة مش بمعنى افتكرها بالتفصيل، لانه زي ما حضرتك بتقولي في حزن رديء، في هنا احساس ذنب مؤذي. يعني يهوذا ما عرفش يطلع بره ذكرة العملة اللي عملها، سيطرت على عقله، فالكام ساعة اللي عاشها بعد كده مش عارف يطلع بره. يجوز القديس بطرس قدر يستعيد ذكرياته مع المسيح وحب المسيح وكلام الرحمة اللي قاله ربنا وقد ايه التوبة تحل كل حاجة، فبطرس راح ناحية التوبة بالرجاء لانه ما وقفش عند ذكرى الخطية. انما يهوذا دخل في الخطية واحساس الذنب غلبه وما طلعش بره. فمن هنا بنخاف من تذكر الشر لانه ممكن يجيب يأس كمان، يضيع الرجاء، يضيع الانسان. طب ايه هي مجالات محاسبة النفس يا ابونا؟ يعني اما نيجي نقعد القعدة ديت عشان ما ننساش حاجة نعمل ايه؟ هل نحاسب بقى القلب، الافكار؟ يعني هو شوفي، افضل طريقة لحساب النفس هي مواجهة النفس بالوصية. لأن الكتاب المقدس القديس يعقوب قال ده زي المراية. المراية هنا أنا هوصفها زي الإكس راي ولا الإم آر آي ولا الحاجات بتاعت الطب. يجوز أنا شايف نفسي صحتي كويس، لكن لما يصوروني يطلع فيا حاجات. فالتصوير ده هي مواجهة الكتاب المقدس، لأن تعليم الإنجيل بيقول لي الصح إيه، طب أنا عملت منه قد إيه، فهنا هتبان كل العيوب. لأن أنا ممكن كمان أكون بحلل لنفسي أخطاء، فلما أجي أحاسب نفسي ما حاسبش نفسي على الكلام قوي ولا النميمة ولا الأفكار، حاسب نفسي على اللي بيسموه الكبائر. يعني أنا ما ظلمتش حد، أنا ما قتلتش حد. أيوة، طب وهو الإنجيل قال حاجات كتير قوي غير كده. فالحساب النفس أفضل طريقة لي أو معيار لي هو مواجهة وصايا المسيح. يعني مثلا يقعد قدام الموعظة على الجبل متى 5 و6 و7، بيواجه انه افكاره وعينه ولسانه واعماله وعلاقاته، مش هيقول ما ظلمتش، هيقول بحب عدوي ولا لا. ده معيار غير ده. ده مش كفاية ما ظلمتش، انا لسه مش عارف احب عدوي، وصلي للذين يسيئون الي. طب انا يبقى كده هنا مقصر، انا هنا مخطئ، لان اللي قاله المسيح انا مش بعمله. فيبقى الافضل دايما في حساب النفس ان انا مش بقيم نفسي بنفسي، انا بسيب الروح القدس يقيمني من خلال كلمات الكتاب المقدس. المرايه دي بتكشفني. طبعا في ناس لانها قاريه الانجيل كتير بتبتدي تحلل نفسها على ايه، كلامي في ايه وحش، يا ترى شتيمه، ادانه، نميمه، كلام بطال، كذب، خداع، غش، تملق، ده كل ده اخطاء خاصه باللسان. عيني فيها اخطاء ايه، شهوات، طمع، غيرة مرة، نظرات إدانة، وداني فيها إيه لخبطة، بسمع كلام بطال، بسمع أغاني مش لائقة، بعدين أدخل على دماغي بتفكر في إيه، ترى اللي بفكر فيه يليق أو لا يليق، بفكر بطريقة ترضي ربنا ولا زي ما قال المسيح لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم. يعني ليه بتفكر كده؟ يبقى واضح إن ربنا كاشف الأفكار. مشاعري، قلبي بقى شايل من حد ولا بيحب الكل، صافي ولا مش صافي، طب قلبي مشتاق للسماء ولا مشتاق للأرض، ما دي مشاعر كلها. بعدين إيديا ورجليا بروح فين وبعمل إيه. بعدين دايرة العلاقات، أنا زعلت حد، أنا مقصر مع حد، طب أنا عملت الواجب والخدمة مع الناس كلها، طب أنا شجعت كفاية، طب أنا إذن في حاجات، دوائر كتيرة قوي لحساب النفس. بس الأفضل والأقوى والأعمق والأدق هو مرجعية الكتاب المقدس. ده يفكرنا بترتيلة قديمة وإحنا صغيرين حفظناها،
خلي بالك يا عيني شايفة إيه، يوجد إله حصر كل اللي قدسك قلته من غير ما كنا ناخد بالنا. مظبوط. طيب عايزين برضو نشوف في حساب النفس، هل في طريقة لقياس النمو الروحي بتاعنا نعرف إحنا كنا في فترة أقوى من فترة، تقدمنا ولا تأخرنا، نعمل إيه؟ في مقاييس كتير، أهمها أب الاعتراف. أبويا الروحي ده زي الدكتور بتاعي، فالدكتور يقول لي تحسنت، بس أنا برجع له فبيقول لي أيوة أنا شايف في تحسن في مثلا صلاتك، بس لسه في إهمال في وصية الإدانة يعني لا تدينه، فيقول لي في حاجة اتصلحت وحاجة لسه. فهنا المتابعة دي الحقيقة دي مقياس لوحدها مفيد جدا. مقياس آخر للنمو ممكن يكون القانون الروحي، مدى التزامي بالإنجيل بالقداس بالصلاة بالصوم بالمطانية بالعشور، ومجرد ان انا زودت فوق العشور يبقى في تحسن في بند، خدت بالي من الكلام بقيت ما بجيبش سيرة حد يبقى حصل تحسن في بند اسمه الإدانة او الكلام عن الناس، مثلا بقيت اركز في الصلاة اكتر يبقى حصل تحسن موضوع السرحان. ففي مقاييس انا عارف انا واقف فين، فبقدر اقول نشكر ربنا بنعمة ربنا قادر اخدم اكتر من الاول، يبقى التعب زاد من اجل الله، يبقى في نمو في حتة. لان مرة القديس بولس بيقول لأولاده كما تزدادون في الكلام وفي العلم وفي الفلفل، وقعد يقول حاجات كتير قوي، قال لا يريكوا كمان تزدادوا في الخدمة دي او في النعمة دي، وكان يقصد خدمة الرحمة. حتة تزدادون دي هو ده اسمه النمو، إذا يكون لكم الكفاء في كل شيء كل حين تزدادوا أو نزداد في كل عمل صالح. يا ترى أنا أعمالي الصالحة بتزيد ولا بتقل؟ ما هو ده مقياس للنمو. هل أنا كنت زمان بعذر الناس أكتر دلوقتي بقى أنا بمسك عليهم، ولا العكس كنت زمان حنبالي وازعل ودلوقتي خلاص بقى اللي يغلط يغلط ربنا رحمته واسعة، يبقى حصل نمو. ولما يحصل نمو ما نسيبوش لشطارتي، اقول ما انا بقالي سنين بقول يا رب ساعدني، هو ربنا حط ايده وزقني زقه عشان استعد للسماء. فلو لقيت نمو لازم اشكر واقدر ان دي نعمه، لو ما لقيتش نمو لازم اخاف. زي الزرع ما هيجي صاحب الارض يقول وما بيجيب ثمر ليه، ولو ما فيش نمو تبقى حاجه تخوف. أنا متخيلة كده يا بونا إن ممكن يبقى في خط هنقول النيجاتيف تحت والبوزيتيف لفوق. هل النيجاتيف بقى إن إحنا نبطل نعمل حاجة سيئة وننمو في الإيجابيات؟ تفكير كويس. ده تفكير حلو. ما بين الأخطاء عموما والضعفات المفروض تقل، والفضائل والتقوى والعلاقة بالله تزيد. يعني مفروض نمسك ورقة وقلم كده ونقعد قاعدة مع نفسنا بس الأعداد دي الخوف منها دايما أنه بعض الناس تميل لليأس، فلما بيلاقي نفسه متحسنش أو تدهور شيطان اليأس وحش يجي يقول له مفيش فايدة مفيش فايدة، ما أنت كل سنة تقول هعمل وهعمل ما بتعملش حاجة، فإيه بيكسعمه كده عشان يخليه يطلع بره الخط. هنا الرجاء مهم، حتى لو اكتشفت أن أنا حالتي خطيرة، من عندي أعظم دكتور في الدنيا وبيعرف يشيل كل الخطايا وبيعرف يصلح كل البشر وينقل جبال يعني، فيبقى وانا قاعد قصاده مهما شفت الصورة قاتمة مش مفروض ان انا اصدق كذبة اليأس وايه مفيش فايدة دي. يعني صح ان احنا نشجع نفسنا ولا ده يبقى نوع من ال لا نشجع بس بفكر الرجاء، يعني ايه مش بشجع نفسي واقول يا ده انا بقيت احسن واحد، لا ده خطر. شجع نفسي اقول اشكرك يا رب انك ساعدتني في دي، ساعدني بقى رب في دي كمان، نعم في نعمة ربنا نفسي كان لي عمري في 2020 أتقدم في دي، قويني على دي يا رب. يبقى أنا بشجع نفسي وبحمس نفسي لكن بالاتكال على النعمة مش بالاتكال على النفس، لأني لو اتكلت على نفسي مش هرجع لورا. عايزين يا بونا تدينا تدريب لمحاسبة النفس قبل ما السنة تنتهي، يعني مفصل بقى الحقيقه لابن الموضوع دوت كل سنه. انا كذا تدريب بس كل مشاهد يختار تدريب منهم ما يعملش كله لحسن كله ييأس لحسن ييأس. اول تدريب اقول ايه قبل نهايه السنه،
أي حد زعل منك بحق أو بدون حق صلي له كويس، ولو قدرت تبعت له رسالة أو تصالحه بأي طريقة مهما كان. أقول تدريب تاني، إذا كنت طول السنة مقصر في صلواتك الحق كام يوم اللي فاضلين، دقق في صلاتك وزود ولو 10% عن برنامجك إذا كنت يعني ليك برنامج روحي. اقعد في يوم هادي ساعتين وامسك ورقة وقلم واقرأ متى 5 و6 و7 بالراحة خالص، وادي نفسك نمرة في كل آية أو آيتين، تاخد كام في المساكين بالروح، تاخد كام في صانع السلام، تاخد كام في أحبوا أعداءكم، تاخد كام في العين البسيطة، تاخد كام في لا تغضب على أخيك، تاخد كام، ادي نفسك نمرة. بس لو لقيت 1 من 10 في الآخر ما تيأس زي ما اتفق. تدريب آخر أقوله قبل نهاية السنة، اللي ملحقش يصوم يصوم، واللي ملحقش يسهر في الكنيسة يروح يسهر في الكنيسة. الصوم والسهر جو الكنيسة هيئته لنا عشان نستعد للقاء العريس، ما تبقاش الكنيسة عاملة كل ده واحنا في وادي تاني. فنشارك بأي درجة، التواجد في هذا الجو لوحده صمام أمان لينا. تدريب آخر أقوله، إيه رأيك لو أنت مقصر في عطاياك الشهر ده بالذات تدفع 20% مش 10%، وهتشوف بركة ربنا أكتر من أي حاجة. تدريب آخر، كل اللي ما اعترفش بقاله شهرين يلحق يعترف قبل نهاية السنة، لأن الاعتراف هيساعدك تراجع نفسك وتشوف حياتك. تدريب آخر، اللي ما بيتناولش لازم يعترف ويتناول، واللي بيتناول يزود قداس مخصوص بيقدمه شكر للسنة، وقداس مخصوص يزوده قبل نهاية السنة توبة عن كل اللي حصل. كفاية عليهم التدريب دي. يعني ينفع مثلا نقول نراجع أمورنا عشان نبقى عندنا شعور بالندم، إن احنا نقول لو كان المسيح مكاننا كان هيعمل إيه، وأحس بإن أغير أسلوبي طبعا للتفكير دوت، ولا طبعا دي طريقة جميلة جدا، لأن ربنا يسوع حط روحه فينا عشان نبقى شبهه، فهو الطبيعي إن احنا نبقى شبهه. بولس يقول تمثلوا بي كما أنا أيضا بالمسيح، يقول في حتة تاني لكي تكون مشابهين صورة ابنه، المسيح نفسه بيقول تعلموا مني. فإذا ممكن قوي مقياسي الأساسي أنا قد إيه شبهه في طبته، في حكمته، في ودعته، في هدوءه، في صلواته، في بساطته، في حكمة، كل حاجة حلوة. فده لوحده برضو يعمل حساب آخر للنفس، بالذات في العلاقات. علاقتي بفلان يا ترى ربنا يسوع كانت هيبقى ده شكل العلاقة ولا لا؟ العلاقات ممكن تبقى يعني سهل إن أنا أعرف المسيح كان ممكن يعمل فيها إيه. ده يخلينا قبل نهاية السنة يعني نقيم علاقتنا بالناس وعلاقتنا بربنا أولا وعلاقتنا طبعًا بالناس طبعًا. نصيحة أخيرة يا بنا قبل أن الوقت قرب يخلص، تقولها لنا بمناسبة قدوم السنة الجديدة، إيه اللي ممكن نوعد أو نفكر فيه نعمله في السنة الجديدة؟ يعني أفضل دايما أن الواحد يركز وهو داخل على سنة جديدة في خطية في طبعه يقاومها، وفي حاجة حلوة نفسه يعملها. يعني زي ما قلتي حاجة تحت وحاجة فوق. يعني لو واحد مثلا الإدانة دي مزمنة معاه، طب ما يدخل على السنة بتحدي ويقول له يا رب بقى عاوز أركز ما أجيبش سيرة حد أبدا مهما حصل. ومثلا لو هو الإنجيل قليل في حياته يقول لا السنة دي هتبقى للإنجيل بقى، أنا كل يوم نص ساعة قبل ما أكل بالليل مثلا لازم يأديها الرب مثلا. فيبقى اتفق مع ربنا على اتفاق ويجاهد فيه على قد ما يقدر. في واحد ياخد حاجة تاني مثلا غضوب شوية يقول طب هجاهد في الغضب وزود في الأجبية. واحد تالت يقول مثلا أنا هجاهد في الشهوات وزود في العطاء للخير يعني. واحد يقول أنا مثلا هجاهد في الكسل وهزود في إيه في سر الاعتراف أبقى منتظم شوية. فالواحد يختار حاجتين يعملهم، حاجة يشيل بيها حاجة وحشة
وحاجة يضيف على نفسه خطوة لقدام، لأن العمر بيجري. فإحنا يعني لو ما خدناهاش جد والزرعة بتاعتنا كبرت يبقى خطر علينا، ما نلحقش في الآخر تكون حياتنا أثمرت وتيجي الميعاد ونكون غير مستعدين. طب توعدنا إن السنة الجديدة تكون عام إيه، زي ما كل سنة بتسمي لها تسمية علشان نجاهد في الأمر ده، تبقى حاجة عامة للكل نحاول إن إحنا نلتزم بيها. أنا نفسي أدخل على السنة الجديدة بموضوع الثقة أو الإيمان. كلنا ما جبناش في رأيي حبة الخردل لسه، إيمان اللي ينقل الجبال. السنة دي كنا متفقين مع الخدام على ضبط النفس، يجوز ما تقدمناش فيه كتير، بس هو في بعض الخدام انشغلوا بالجهات في ضبط النفس ودي حاجة حلوة. لكن أظن أنه نفسنا ندخل السنة دي على سنة الثقة، الثقة في الله اللي تدي ثقة في الناس وثقة في النفس، وتخلي الواحد ينتصر على القلق وعلى الخوف وعلى الاضطراب وعلى التردد اللي في حياته. خلي الواحد مستمتع بحياته لأنه متشال. الثقة دي أصلها أساس العلاقة بالله، بدون إيمان لا يمكن إرضائه. فنتمنى تكون 2020 سنة الثقة. طب نعملها ازاي؟ نزود ايه علشان نقدر نوصلها؟ لا ده احنا نزود حاجات كتير قوي، ما احنا معانا سنة نشتغل. يعني كل ما احفظ وعود الله ده يزود الثقة. لو انا كل اسبوع بس حفظت وعد وانشغلت بيه، ده السنة دي مش هتتنسي ابدا. 50 وعد في السنة مثلا يخلوني في السماء. لو انا اول باول مع اي موضوع، يا رب الموضوع في ايدك، واتفق مع ربنا على كده، كل موضوع عندك، طبعا ما هو ده يزود الثقة. لما ادرس شخصيات الكتاب، ما هو كل الناجحين في الانجيل كانوا إيمانية. عندهم ثقة كلهم، مفيش حد. طب ما نقرا الانجيل تاني من زاوية الثقة. نوح كان عنده ثقة قد ايه؟ ابونا ابراهيم ثقته ايه؟ اسحاق كان ايه؟ يعقوب كان ايه؟ يوسف كان ايه؟ موسى كان إيه؟ كل دول نجحوا بتفوق بسبب الثقة الشديدة في ربنا. ممكن كمان ان انا اطلب الثقة دي، يا رب ساعدني اصدق في وعودك، ساعدني اتكل عليك، قويني على شكي وعلى دماغي. ما هو دي معركة مع الدماغ بتبقى. فده ممكن الصلاة نفسها تزود الايمان، تزود الثقة. ممكن واحد من السنة الجديدة يقعد يكتب عمل الله معاه يوم بيوم او اسبوع باسبوع. وكل ما بكتب واسجل ان ربنا عمل معايا ايه، ده بيزود ثقتي فيه. ما ده رصيد ليا بيقول لي ربنا معايا وما بقى ما سابنيش. ممكن اسمع عظات خاصه في الايمان طول السنه، الايمان والثقه والاتكال والتسليم، كل دول العيله واحده. يعني احنا في زمن الايمان بيقل، فالثقه في الله تعمل كل حاجه. يعني مثلا العطاء يحتاج ثقة، لأن في واحد يجي يدي مخسرت، وهو عنده ثقة أنه بيديها في إيد ربنا وأنها تتضرب في مية وتتخزن في السماء، هيدي كل حاجة. لكن لأن الثقة قليلة العطاء قليل، فأنا ممكن أغلب نفسي وأدي كتير عشان أشجع نفسي على ثق كله قاعد في السماء، كنز في السماء. مجالات كتيرة الواحد يزق بيها نفسه على الثقة في الله. صلواتك يا مونة ان احنا ربنا يدينا نقدر ونحاول نرفع من النهاردة من هذا البرنامج محاولتنا كلنا لاكتساب الفضيلة دي، وتبدأ بقراية الإنجيل ان نطلع فعلا وعود الله ونتمسك بيها. شكرا يا بونة. شكرا لك، وكل سنة وانت طيب، وان شاء الله سنة سعيدة لينا كلنا. شكرا على انصاتكم، وكل سنة وانتم طيبين، وأقابلكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامجكم شكلنا إيه. إلى اللقاء.